مشاهدينا صباح الخير وأهلا بكم معنا مجددا. الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة أخرى. في هذه الفقرة سنتحدث عن الليزر. الليزر عالم واسع جدا حتى أن استخداماته أصبحت كثيرة ومتعددة. دخل مؤخرا في عمليات شفط الدهون وأيضا للتخسيس. الآن يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة ندى سويدان اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميلية التي جاءت إلى دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر ليزر الجلد في دولة الكويت. صباح الخير دكتورة وأهلا بك معنا في برنامج صباح الخير يا كويت. يا أهلين أهلا فيكم، بشرفني أكون معكم. أهلا بك دكتورة. مثل ما ذكرت للمشاهدين عالم الليزر واسع جدا حتى أنه اليوم دخل في عالم التخسيس. الدينس بتخلينا نحكي عن البدانة بالبداية، أصبحت هي مرض العصر، خلينا نتحدث عن هذا الموضوع. البدانة هو مرض عم بيزيد بكل بلاد العالم، ومنه هو نحن ما بنعتبره بس مثال مشان شغلة تجميلية، المشكلة انه فيها مشاكل صحية وللأسف عم نشوفها عند الأطفال كما عند الأدولسنس والكبار. فلذلك كتير هذا موضوع كتير مهم انه يعالج من ناحية صحية وجمالية. نعم. فهلا بالنسبة لطرق علاجه مثل ما تفضلتي مؤخرا صار في الليزر لإذابة الدهون، زائد انه ليزر لمساعده بشفط الدهون. فهلا لاذابه الدهون في الليزر البارد اللي بسموه زيرون، عملت ضجه كبيره، اللي هي لو ليفر ليزر اللي هي من موجه طولها 635. هلا تبين اذا فينا نفرجي الصور انه كيف بيشتغل الليزر. دون اي اكيد راح نشوف الصور مع المشاهدين، يعني هذا الليزر البارد دون فتح دون فتح الجسم. نعم. انا بدي افرجك دون اي شيء، بدي افرجي كيف هالليزر عم بيشتغل. بيشتغل انه بيعمل وقت يتسلط من برا. يا ريت المخرجين يعطونا صوره على الشاشه. اوكي هيد هون مثل ما بنشوف انه من بعد ما نسلط الليزر على الجسم على الجهه اللي مفروض اللي بتشوف الصور بالاسود، هيدول الدروبلس بتشوف الخلايا صارت فاضيه. ما عم بيبين معنا يعني تزيل الدهون من الخلايا، تزيل الدهون تعمل على الغشاء خلايا على غشاء خلايا الدهنية، بتعمل نوع من المسامات، تفتح مسامات والدهون بتطلع من الخلية. وهالدهون وقت بتطلع من الخلية الجسم بيخدها عن طريق السيستم الليمفاوي عنا، وبيزتها بالخروج وإلى آخره، يعني عن طريق البروسيسنج تبعها بالكبد. فهالشي كتير مهم إنه ينعمل لحتى باستمرار، يعني بتعمل جلسات متتالية، فهالدهون بتضل تروح من الجسم وبدون ما تموت. دكتورة معلي خلينا نكون صريحين، هناك انتقاد بأنه الكبد لا يتحمل كمية الدهون اللي بتنزل عليه، هيدا الشيء صحيح أم لا؟ لا، بهالطريقة هيدي لأنه بتعملها بطريقة تدريجية وخفيفة، الكبد بيقدر يتحمل تصريفه بطريقة كتير سهلة. ما في يلبل عملوا تحاليل للمرضى قبل ما يعملوا الزيرونا، وبعد ما عملوها بعد 6 جلسات أو حتى 12 جلسة، ولقوا أنه نسبة الدهون بالدم لابل خفت، لأنه أنت عم بتعالج السمنة اللي هي من الأسباب اللي قد تسبب زيادة الدهون في الدم. فلابل هوني لقوا أنه عم بتخفف، وعملوا حتى ألتراساوند للكبد وعملوا فحوصات وطلعت سليمة 100%، لابل تحسن أكثر. قد ممكن يتحسن الجسم ويفقد الإنسان الدهون يعني بالمئة إن قارناها بأي وسيلة أخرى من وسائل شفط الدهون؟ شفط الدهون حسب كل حالة وحالتها، يعني ممكن من هو اللي حلو بهالطريقة هيدي إنه عم بتنزل الدهون من كل الجسم، بينما الطرق الثانية كأنه الهايبوليسيس أو شفط الدهون عم بتختاري مناطق معينة حتى تزيلي هالدهون. هلا بيختلف من شخص إلى ثاني، مثلا ممكن يروح المريض من 3-4 سنتيمتر من كل الجسم، يعني من الإيدين البطن من الورك وإلى آخره، وقد يصل إلى 25-30 سنتيمتر حسب. نعم. شو هل هناك أشياء تانية عم تعملي مع هالتقنية هاي؟ هل عم بتبع حمية معينة؟ هل عم نعمل أشياء تانية مثل ممكن إذا بتحب نحكي عنها الليبوليسيس لإزالة الدهون بمناطق معينة؟ هل الليبوليسيس هي السمارت ليبو اللي نسمعه؟ يعني إحنا نسمع مصطلح يمكن بنستعمله كثيرا، هي سمارت ليبو أو نحت الجسم أو لا.
السمارت لايبو هو كناية عن شفط الدهون باستخدام الشفط مع ليزر بنفس الإبرة اللي بتفوت منفوتها بقلب المناطق اللي بدنا نحنا نقيم الدهون منها. في نوع من الليزر من بعد ما ندوب بتساعدنا لندوب الدهون, وهالليزر طوله 1064 أو أندياج, هيدا بيساعد على شد الجلد بالمنطقة اللي نحنا بدنا نزيل الدهون منها. هيدا عملية جراحية. هلأ كتير من الناس بيفكروا أنه أنا بفوت الليزر سمارت لايبو وخلص ما بعمل شيء تاني, لا, هي نوع من التراديشنال شفط الدهون. يعني انت بدك تفوتي الابره تذوب الدهون, يعني في عمليه إليهم. تقليديه. اي نعم, في عمليه تقليديه مع تخدير. اللايبوليسيس كيف يتم؟ لا, اللايبوليسيس هي كنايه عن حقن مادة اسمها فوسفاتيد الكولين, نحن بنحقنها بمناطق معينة بدنا نزيل الدهون منها. وهيدي أنا هلأ عم بتبعها كتير بعيادتي كتقنية مساعدة للزيرونا. نعم. لأنه مثلا أنت بتخفف الدهون من كل الجسم, ولكن في مناطق معينة بتصيري تخفف فيها. نعم. تهتم فيها أكتر, مثلا عند النساء بسمون love handles أو على الورك أو تحت الستيان, كتير من النساء بتزعجهم, أو عند الرجال على البطن. وبهالتقنية مع الليزر واللايبوليسيس يعني تبين, عملوا صور الالتراساوند فمناطق اللي فيها الشهوم خلال 4 أسابيع خفت تقريبا النص. هلأ فينا نفرجي صور. الفرق بينه وبين الميزو ما الفرق؟ لا, الميزو هي بدك تحكي فيها انه هذه مسميات. الميزوثيرابي هي كنايه عن انت عم بتحقني مواد فعاله اللي اول ما ابتدوها بالخمسينات كرمال الاصابات الرياضيه, مواد فعاله عم بمناطق بالجلد بالميزودرم. هون لا, انت عم بتروح على الطبقه الشحميه يعني على 12 ملم, بينما الميزوثيرابي بتروحي بس على 4 ملم. هذه لا, هي تقنيه عميقه وتشتغل بتحقني ماده الفوسفاتيد الكولين بقلب الدهن مثل ما حكينا على عمق 12 ملي, وهيدي بيشتغل الفوسفاتيد الكولين انه يدوب الدهون. رح نفرجي صور مثلا للاسف ما فينا نفرجي صور على الجسم كتير, ولكن هون بنفرجي على الوجه, هون على البطن بعد الحقن بيعمل نوع من الاحمرار ممكن يسبب هيدي المنطقه اللي عنده لايبوما. اوكي, ف نفرجي الرقبة الجاولينج الدهون. ما هو بيعمل نوع من البادي كونتورينج نساء ورجالا. مثل ما قلت لك هالشي يطبق على بقية الجسم, ولكن لسبب انه عم على التلفزيون ما فينا نفرجي كتير, يعني مثل ما لاحظتي. نعم. الدهون, فهي تقنية كتير حلوة وتستخدم. نعم. عن دكتورة, الترماج أيضا مهم جدا في هذه العملية. هلأ كتير مهم أنه نعرف أنه بعد ما قمنا هالدهون, بالأخص إذا كان العمر متقدم أو الكمية الدهون كانت كبيرة, أكيد رح يصير في ترهل. فنحن منتبع عملية الترماج أو إجراء تقنية الترماج لنشد الجلد المترهل, وبيعطي مظهر أفضل بالأخص إذا كان في مثلا مناطق فيها سلوليت, مثلا مثل ما ملاحظين هون على الركب أو على الذراعين. فهو من بعد ما انت عملت وصلت للنتيجه النهائيه من حيث المناطق الشحميه قيمه الدهون منها, بتستخدم الترماج اللي هي راديو فريكوانسي, اللي هي تقنيه بتستخدم دبدبات راديويه, وطريقتها انه عم بتقلص الانسجه اللي صارت مرتخيه, فبتعمل شد زائد بتنشط خلايا الانسجه تفرز كولاجين والاستين, لذلك ممكن تساعدي المظهر تبع السلوليت او المظهر اللي هيك مثل بتلاحظي مثل ورق السيجار الجلدي, لانه عم بتنشط الجلد المترهل, يعني المظهر المترهل. دكتورة, طيب كم جلسة ترماج بعد عملية اللايبوليسيس نحتاج؟ يختلف من شخص إلى الثاني, ولكن قد تكون جلسة واحدة قد تكون جلستين حسب قديش حسب الجلد, نوع الجلد, حسب نوع الجلد, حسب العمر, حسب إذا الشخص كان متعرض للشمس. يعني عندك نساء أو رجال حتى بتعرضوا كتير للشمس فجلدتهم بتكون متضررة أكثر. نعم. في احدى الحلقات يمكن برنامج صباح الكويت قابلت احد اطباء المتخصصين بالتجميل, فذكر لي بانه الميزوثيرابي احيانا تسبب تحت الجلد بتعمل بعض الخلايا او بعض الالياف
تحت الجلد، هل ايضا اللايبوليسيس تسبب هذا الامر ام لا؟ لا، اول شيء الميزوثيرابي ما مفروض تعمل الياف تحت الجلد الا اذا كانوا عم بحطوا مواد مش معروف شو هي او اذا صار في التهابات جلديه.